مرحبا فيكم مشاهدينا من جديد. الحسد والغيرة والنفاق والمصلحة والنميمة صفات تتسبب في القطيعة بين الأقارب، فبات الحذر واجبا في هذه العلاقة، وأصبح التواصل مسموحا في أضيق الحدود، ولا يوجد متهم في هذه القضية سوى المشهد العام للسلوك الاجتماعي. ويبقى السؤال مشاهدينا مطروحا عن أسباب فتور العلاقات بين الأقارب، مرورا بكيفية ترميمها، وانتهاءا بطرق إعادة الثقة بين الأسر وأقاربها من جديد. في البداية خلينا نشاهد هذا التقرير للزميلة أروخ شيفاتي، ومن ثم نعود للمناقشة. المفروض ليس بالضرورة أن يعبر عن الواقع، وحين نتحدث عن واحدة من أهم العلاقات الإنسانية كالقرابة وصلة الرحم، يبدو هذا الأمر واضحا وجليا، حيث لم يعد من الغريب أن نرى حالة من الانقسام والاختلاف والبغضاء حتى بين أكثر الناس حميمية وقرابة. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة؟ من أسباب المشاكل، من أسباب القطيعة اللي بتحدث، يكون عندهم لا نجد عندهم حوار بناء أو قبول للآراء، آراء بعضهم البعض، ويركزوا على 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 التحدي وبين بعضهم. توارث الأجيال للضغينة أو للحقد بين بعضهم، أرجع وأكد إنه الأبناء بيشوفوا أبوهم مثلا بيسب عمهم أو بيسب خالهم وهكذا، فبالتالي حتى الأخوة تصير بين العائلة الوحدة تبدأ تتفكك. إذا زادت المعرفة وزاد المعرفة بكل شيء، فهنا يبدأ النفس البشرية وما فيها من حسد وغل ونفاق تتألب على الآخرين، وهذا بدأ منذ بدء الخليقة أيام سيدنا آدم عليه السلام، وما كان ما بين قابيل وهابيل، ولذلك استمر هذا الحقد ما بين البشرية إلى يومنا هذا، وما ذلك إلا لتعدي الحدود ما بين الأشخاص في معرفتهم المعرفة البعض والحسد. قد يكون إنسان واصل والآخر قدر عليه برزقه أو بمكانته الاجتماعية، فنجد أن الآخر يحسده، وقد يكون من أشخاص آخرين يحسدوهم على ما هم فيه ويحرش الأقارب البقية الآخرين عليهم. كلنا يعلم بأن ديننا الإسلامي حث كثيرا على صلة الأرحام دعما للتكافل الاجتماعي، والذي خلق نسيجا متلاحما قل أن نجده خارج المجتمعات الإسلامية، ولكن ربما كانت متغيرات الحياة علينا أكثر مما نتصور لنجد هذا النسيج الذي كنا نفاخر به قد أصبح متهالكا وباليا. يجب على الأفراد في الوقت الحالي أنهم يكون عندهم وعي وبعد نظر لأبنائهم ونفسهم، بلاش يخرج الضغينة أو الحقد هذا من عائلة لعائلة أخرى. هناك حدود ما بين الأشخاص سواء البعيد أم القريب، وإذا ما تخطينا هذه الحدود انقلب الوضع إلى ما لا تحمد عقباه، فنجد يدخلها الحسد، يدخلها الغل، والله سبحانه وتعالى أمرنا على لسان نبيه أن لا نتحاسد، لا نتناجش، وترك الحسد ما بينكم، وتوصيات كثيرة جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم للخلق الله سبحانه وتعالى. الأقارب عقارب، مفهوم صدقه الكثير من الناس، الأمر الذي ساهم باحتقان علاقة الأسرة بأقاربها، وربما تصل القطيعة بينهم لسنوات طويلة دون أن يغفر بعضهم زلة الآخر. لبرنامج يا هلا، أروخ شيفاتي، جدة. شكرا للزميلة أروى. ولمناقشة هذه القضية معنا في استوديوهاتنا من جدة الباحث في شؤون الأسرة والخبير الاجتماعي الدكتور غسان القاين، وينضم لنا أيضا من هناك الأستاذ سليمان الزايدي اختصاصي جلسات نفسية. أكيد أبدأ في البداية مع الدكتور غسان، مرحب فيك في برنامج يا هلا. برأيك دكتور، لماذا أصبحت العلاقات بين الأقارب غير مرغوب فيها كثيرا، وهي فرصة يعني هي ليست فرصة للتوافق، ولكن بالعكس صارت فرصة للخناقات، وأيضا يكون هناك كثير من المشاكل بينهم؟ خبرنا على هالموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، أشكر لكم استضافتكم. أهلا وسهلا. وأبدأ أقول كثير من
القيم والأخلاقيات التي كنا ننعم بها فيما مضى نجد أكثرها الآن تآكل، وهذه تعزى إلى أسباب كثيرة، لأنه أكثرنا للأسف لم يعد يحفل بغرس القيم والأخلاق في أبنائه منذ نعومة أظفارهم. نعم. ثم لا يجدون في الغالب قدوة. يعني أنا أذكر عندما كنت طفلا كان والدي يعني متعني الله ببره، كان يأخذنا وحريص على التزاوى والصلات. وكنا بالمدينة المنورة في المناسبات والأعياد الأبواب لا تغلق، والناس تدخل ويعود بعضهم بعضا ويتزاورون كثيرا. نعم. في الأيام هذه أعتقد بات بعيدا هذا المشهد دكتور. نعم، هذا المشهد بات بعيدا نوعا ما، بات قليل تواجده في مجتمعاتنا العربية. نعم، هو له أسباب أخلاقية وأسباب اقتصادية وأسباب كثيرة. نعم. يعني صار يوجد في المجتمع مشاغل كثيرة. زمان ما كان في تلفزيون ولا إنترنت ولا خروج ولا دخول كثيرا، فكان معظم الوقت يقضيه الأهل مع بعضهم البعض. الآن تجد في البيت الواحد كثير من الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كل واحد في مكان، وهذا مما لا ينبغي. يعني كل واحد صار مشغول باللابتوب بالإنترنت في غرفته. نعم دكتور غسان، والأولى يعني على الوالدين أن يضعوا هذه الأجهزة. نعم. في أماكن الجلوس، غرفة الجلوس العائلية، حتى من أراد أن ينشغل بالإنترنت ولا بأعماله خاصة يكون متواجد في دائرة الأسرة العائلة. نعم. إذا نحن أعطينا مثل أنه لا نتواصل داخل بيت الواحد، فمن باب أولى أن لا تتواصل الأسرة وهي في بيوت مختلفة. نعم.